طيب بتحويلة الريموت يا ريت نكون المسألة وضحت، لكن الأهلي خلاص مع خروج أحمد ياسر ريان للإعارة قفل الفرقة، اللي بره بره واللي جوه جوه، لا هيعير حد ولا هيستعير حد، لا هيضم حد ولا هيمشي حد، طوية الصفحة عشان يركز. ومع هذا خرج الزميل سيف زاهر قال انه نادي بيراميدز، وفي اصرار على بيراميدز تحديدا، نادي بيراميدز عنده عروض نشوف لمين. في لاعب في النادي الاهلي هيقدم رسمي، بيراميدز هيخش رسمي، قدم عرض رسمي، ممكن يكون محمد شريف، ممكن يكون اي حاجه، انا بضرب امثال يعني. كويس، في لاعب في الاهلي وفي لاعب في الزمالك في الانتقالات الشتويه دول بيراميدز داخل عليهم بقوه، لان عنده اماكن عايز ان هو يكملها، وعايز ان هو يكون موجودين او هم يكونوا موجودين الموسم اللي جاي. مصطفى محمد ممكن، محمد شريف ممكن، اكيد اكيد ممكن، ممكن يعني اللي انتوا عايزينه، ولكن في اتنين لعيبه زي ما قال كابتن هاني سعيد، ممكن اتنين او ثلاثه، الاتنين ممكن واحد من الاهلي وواحد من الزمالك على رادار بيراميدز بارقام الحقيقه كبيره جدا، وممكن ان هم يخلصوا الديل مع ناديهم رسمي. بيراميدز الحقيقه ميزته برضه ان هو بيقدم رسمي، يعني بيخش من الباب ويخبط وياخد خلاص. النهارده القصه بقت يعني رايح وجاي. طب والنبي بقى بلاش حكايه بيراميدز بيخش من الباب، والنبي بلاش دي خالص، لانه لو في حد ما بيخشش من اي باب وما يعرفش سكه الباب اعتقد كلكم شفتوا. بيراميدز مش مهتم باحمد فتحي ويطلع بيراميدز مخلص مع فتحي، بيراميدز مش مهتم برمضان صبحي ويطلع مخلص مع رمضان صبحي، وكل التفاصيل اللي انتم شفتوها اعتقد يعني غير خافي على حد، فبلاش والنبي حكايه بيراميدز والباب دي خالص. اتفضل. لا انا بس عايز اعلق، لان كلمه اشمعنى عماله تلف زي النحله. ما هو بيقول لك بيراميدز عايز واحد من الاهلي واحد من الزمالك، يعني لعيبه الاهلي بيجي لها عروض،